تعبر إلى المستقبل. نعم، من هنا من محافظة بورسعيد، هذه المحافظة التي اشتهرت بالنضال عبر تاريخ مصر العظيم، هذه المحافظة التي نعبر منها إلى تنمية شاملة تخدم الوطن وتخدم مواطنيه بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إذن نحن بنتحدث اليوم وبانتظار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة بورسعيد وأيضا نطاق محافظة شمال سيناء. على رأس هذه المشروعات، هذا الحلم الذي اكتمل في مرحلته الثانية والمجموعة الثانية فيه وأنفاق الثالث من يوليو، هذه الأنفاق التي تعبر إلى أرض الفيروز لربطها بالبلد الأم بقلب من التنمية والربط بالوادي والدلتا. سيناء الحبيبة، إذن نحن نعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من محور للتنمية، من تنمية شاملة في مجالات عدة، مجتمعات عمرانية كبيرة وجديدة وأيضا مجتمعات زراعية وتسهيل لحركة المرور والبضائع وحركة التجارة والسير. نعم، هذه المشروعات القومية الكبرى التي من المقرر أن يرشنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشتمل أيضا على، كما نتابع مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام، وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء. من ضمن هذه المشروعات أيضا، إضافة إلى أنفاق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس والمجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة جنوب الرشوة، أيضا هناك افتتاح لعدد من الأرصفة لميناء بورسعيد، إضافة إلى الصالة المغطاة بالعريش ومحور 30 من يونيو بطول 210 كيلومترات. كما من المقرر أيضا أن يتم تدشين منظومة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد. نعم، هي مشروعات كلها بتصب في إطار تنمية مستدامة واستراتيجية للدولة المصرية وأولويات حرصت عليها القيادة السياسية. نتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب الرسوة تحديدا بمحافظة بورسعيد، هذه المشروعات التي تعمل على خدمة العديد من القطاعات الصناعية المختلفة، سواء من المستلزمات الطبية، الصناعات الهندسية والكيماوية البسيطة، وأيضا صناعة الملابس والمنسوجات، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية هذه المشروعات في دعم الدخل القومي وتغذية الصناعات الأكبر. هذه الصناعة التي تعد قاطرة للاقتصاد المصري بكل ما تحمله الكلمة. أيضا أرصفة ميناء بورسعيد وتطويرها لتتحمل بأعمقها وأطوالها المختلفة استقبال أكبر الحاويات العالمية، اللي بتعد أضخم ميناء يتصل بالمنطقة الاقتصادية في الجنوب منها في محافظة بورسعيد وثلاث مناطق لوجستية مختلفة. إذن هي إنجازات قومية تبني وتؤسس لمستقبل مشرق لمصر ولأبنائنا وللأجيال القادمة. أرض بورسعيد وأرض سيناء التي ارتوت بدماء الشهداء المصريين دفاعا عن هذا الوطن وعن مقدراته وعن المصريين جميعا، تسقى الآن بعرق التنمية وأيضا البناء والتعمير من أبناء مصر المخلصين، ذلك بربط سيناء بوادي النيل والدلتا. كانت هناك ضرورة لتطوير وزيادة منظومة الأنفاق للقضاء على التكدسات المرورية ولتقليل أيضا زمن عبور الأفراد والشاحنات والسيارات. أنفاق بورسعيد هي منظومة تعتبر إعجاز كما يرى كثيرون، إعجاز هندسي سابق فيه المصريون الزمن، وأكد هذا الأمر على قدرة المصريين على تحدي المستحيل للوصول إلى منظومة متكاملة تراعي أعلى معايير الأمان والسلامة، والتي صممت بطول 3920 مترا لكل نفق باتجاه مروري واحد وبعرض حارتين، وتم ربط النفقين بعدد من الممرات العرضية والممرات للطوارئ والإخلاء الآمن للأفراد. كذلك هناك مناطق أمنية وترفيهية على مداخل الأنفاق شرق وغرب القناة، ومرافق عامة ومناطق خدمية بأعلى المعايير العالمية، لتخرج الأنفاق بورسعيد للنور، بل لتخرج للنور كإنجاز يفوق الإعجاز بأيادي المصريين والشركات المصرية الوطنية.